بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، اليوم رح نبدأ بليكتشر 6. ليكتشر 6 أيضا هو أحد فحوصات السي بي سي، الكومبليت بلود كاونت، وهو قياس تركيز الهيموغلوبين في الدم، هيموغلوبين ديترمينيشن. الهيموغلوبين كبروتين بيمثل one third of the mass of the mammalian red blood cell is hemoglobin. الهيموغلوبين هو بروتين موجود في كرات الدم الحمراء، وهذا اللي بيميز كرات الدم الحمراء عن باقي خلايا الدم، وهي الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء. وجود بروتين أساسي فيها وهو الهيموغلوبين اللي بيمثل ثلث كتلة الخلية، ووظيفته الأساسية هي بتمثل وظيفة الـ RBCs. Its major function is to carry oxygen from the lungs through the arteries to the tissue. وظيفته الأساسية هي حمل الأكسجين من الرئتين لباقي، طبعا عبر الشرايين، لباقي أنسجة الجسم. طبعا حكينا هو الهيموغلوبين اللي بيمثل one third of the mammalian red blood cells. When fully saturated، عندما يكون مشبع بالأكسجين، الهيموغلوبين قادر على حمل كل جرام من الهيموغلوبين تقريبا بيحمل 1.34 ميل of the oxygen. عشان يمد الخلايا بالأكسجين، كل واحد جرام من الهيموغلوبين قادر على حمل 1.34 ميل of the oxygen. كل جزء، كل هيموغلوبين يا جماعة، كل بروتين، كل هيموغلوبين أو كل هيم، لأنه الهيموغلوبين هو عبارة عن هيموغلوبين، قادر على حمل 4 جزيئات من الأكسجين. إذا الهيم، لأنه لو جينا نفصل إيش هو الهيموغلوبين، هو عبارة عن هيم وجلوبين، هو عبارة عن بروتين الجلوبين بالإضافة للهيم، هو عبارة عن هيم وجلوبين. الهيم حنشوف كمان شوية هو قادر على حمل 4 جزيئات من الأكسجين، وكل جرام من الهيموغلوبين بيحمل 1.34 ميل of أكسجين. قديش ال RBCs؟ كل RBCs يا جماعة فيها ما يقارب 480 مليون جزيء هيموغلوبين. كل RBCs فيها ما يقارب 280 مليون هيموغلوبين. هذا البروتين موجود اللي بيمثل ثلث الخلية، تقريبا كل خلية RBCs فيها 280 مليون جزيء من الهيموغلوبين. The average adult contains، طبعا لو جينا بدنا نحسب هذه الحسبة، هلأ لو جينا للدم، في عنا 5 لتر من البلد، في كل مايكرو لتر في عنا 5 مليون RBCs، كل RBCs فيها 280 مليون هيموغلوبين. فسبحان الله، جزيئات الهيموغلوبين، الهيموغلوبين موجود بكميات كبيرة، عشان بالفعل الـ RBCs والهيموغلوبين تؤدي وظيفتها وهي حمل الأكسجين من الرئتين للتشو. ف the average adult has about، كل شخص تقريبا عنده 790 جرام اوف هيموجلوبين. كمية الهيموجلوبين عند متوسطها عند الادلت 790 جرام. طبعا احنا اليوم بمعملنا بدنا نحسب قديش الجرامز اوف هيموجلوبين بير ديسيليتر اوف بلد، لنحسبها في الديسيليتر وفي بلد، لنحسب قديش لجرامات الهيموغلوبين بير ديسيليتر وفي بلد. إذا حكينا the main function of hemoglobin هي حمل الأكسجين. طيب كيف الهيموغلوبين بيأدي هذه الوظيفة؟ عشان يأدي وظيفته يا جماعة، لازم الهيموغلوبين يحمل الأكسجين، يرتبط بالأكسجين بشكل كبير في اللنج.
إذن the hemoglobin needs to bind to oxygen tightly in the oxygen rich atmosphere of the lungs. بالفعل بيئة الرئتين هي بيئة غنية بالأكسجين، لأنه بالفعل بصير هناك تنفس وهذه الرئتين بتكون مليانة أكسجين، وهذه المنطقة منطقة تبادل الغازات. الهيموغلوبين يرتبط في بيئة اللانج بالأكسجين بشكل تايتلي، بيمسك فيه بشكل كويس. And be able to release oxygen. في المقابل يا جماعة هو يحرر الأكسجين. Release oxygen يعني يحرر الأكسجين rapidly بسرعة في الأكسجين poor environment. أي بيئة بتكون فقيرة بالأكسجين وهي بيئة الأنسجة التشو. وين في خلايا في تشو هنا بصير تحرير للأكسجين، لأنه الأكسجين في هذه المنطقة بكون بور. إذن عشان يؤدي الهيموغلوبين وظيفته بشكل سليم، هو يرتبط بالأكسجين في منطقة اللنج وبضله ماسك فيه وحامله لحد ما نوصل لمنطقة التشو، هناك بحرره وبفلته. حكينا قبل شوية الهيموغلوبين هو عبارة عن هيموغلوبين، هو عبارة عن هيموغلوبين. حنشوف إيش يعني هيم، وحنشوف إيش يعني إجلوبين كمان شوية. كل هيم يا جماعة، كل هيم جروب كمان شوية حنشوف كيف شكلها، قادرة على حمل 1 molecule of oxygen. كل مجموعة هيم هي قادرة على حمل 1 molecule of oxygen. وحنشوف كمان شوية كل هيموغلوبين، في 4 هيم، كل هيموغلوبين يتكون 1 هيموغلوبين في 4 هيم مش واحدة، تمام؟ وكل هيم تحمل 1 أكسجين مولكيول، يعني كل هيموغلوبين طلب في 4 هيم فهو قادر على حمل 4 جزيئات من الهيموغلوبين. الهيموغلوبين يا جماعة اللي بيحمل أكسجين بنسميه أوكسي هيموغلوبين. إذا الأوكسي هيموغلوبين هو هيموغلوبين بيحمل أكسجين، وبسميه هيموغلوبين HbO2 أوكسي هيموغلوبين. الهيموغلوبين اللي حامل أكسجين يا جماعة من الهيم تبعته فيها من مكوناتها أيرون، لازم الأيرون يا جماعة يكون تكافؤ ثنائي. إذا in both هيموغلوبين، إذا أنا بحكي عن هيموغلوبين أو بحكي عن أوكسي هيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين الحامل الأكسجين، لازم الحديد يا جماعة يكون في تكافؤ ثنائي، يعني في الرأس مش في الرك. هنحكي وين موجود الحديد في الهيم كمان شوية بالصورة. طيب إذا الحديد يا جماعة في الرك، يعني ثلاثي التكافؤ، when iron oxidized to ferric، وقتها بسميش الهيموغلوبين أوكسي هيموغلوبين، بسميه ميت هيموغلوبين، تمام؟ HI ميت هيموغلوبين. إذا كان الحديد الموجود في الهيم في الرك، يعني التكافؤ ثلاثي، وقتها بسمي الهيموغلوبين ميت هيموغلوبين. إيش بفرق الميت هيموغلوبين عن الأوكسي هيموغلوبين؟ إنه هذا النوع من الهيموغلوبين غير قادر على حمل أكسجين. This molecule loses its capacity to carry oxygen or carbon dioxide. ما عنده قدرة لا يحمل أكسجين ولا عنده قدرة يحمل carbon dioxide اللي هو CO2. نركز الآن على شكل الهيموغلوبين. قدامكو the structure of hemoglobin. حكينا قبل شوية الهيموغلوبين هو عبارة عن هيم وجلوبين. لو إجينا نحكي شوية عن الجلوبين، الجلوبين هو بروتين، هو نوع من أنواع البروتينات، ويتكون الهيموغلوبين يا جماعة من هذا من الجلوبين، وهي تقريبا 4 سلاسل من الأمينو أسيدز، 4 سلاسل من الأمينو أسيدز. إذا الجلوبين هنا بيمثل 4 جلوبين تشينز، لهم أسماء، تنتين منهم ألفا زي ما انتم شايفين،
هي الفتشين، هي الفتشين، تنتين منهم بيتا، في عنا بيتا تشين. إذا الجلوبين هو عبارة عن سلاسل من الأمينو أسيدز من الأحماض الأمينية، وهو عبارة عن أربع سلاسل. إذا هما عبارة عن أربع سلاسل، حكينا تنتين منهم ألفا وتنتين منهم بيتا. كل جلوبين تشين، كل سلسلة من هذه السلاسل ترتبط بون هيم. كل سلسلة من هذه السلاسل ترتبط بون هيم. إذا كم هيم عنا المفروض؟ كمان عنا أربع هيم جروب. هنشوف كيف شكل الهيم. إذا طالما كل سلسلة من الجلوبين تشينز ترتبط بهيم، ففي عنا أربع هيم. هي واحدة، هي تنتين، هي ثلاثة، هي أربعة. إذا عنا أربع جلوبين تشينز، تنتين منهم ألفا وتنتين منهم بيتا. كل جلوبين تشينز ترتبط بهيم جروب، إذا عنا أربع هيمز. هيم ترتبط بون ألفا، هيم ترتبط بالألفا الثانية، هيم ترتبط ببيتا، وهيم ترتبط ببيتا. إذا عندي في النهاية كل هيموجلوبين يجمع هو عبارة عن أربع هيم جروبس بالإضافة لأربع جلوبين تشينز، تنتين منهم ألفا وتنتين منهم بيتا. طبعا كأي بروتين يا جماعة بمر بمراحل، حيمر بالبرايمر ستراكتشر، السكندري ستراكتشر، التيرشري ستراكتشر، وفي النهاية الهيموجلوبين يا جماعة الشكل النهائي لإله هو الكواترنر ستراكتشر، هو الشكل الرباعي بنسميه الكواترنري، هو اللي قادر على أداء وظيفته وهي حمل الأكسجين من اللونج للتشو. إذا زي ما حكينا إيش هو الستراكتشر أوف هيموجلوبين؟ كل هيموجلوبين حكينا يتكون من أربع بوليبيبتايد تشينز. إيش هما الأربعة؟ اللي هما 2 ألفا و 2 بيتا تشينز. هلأ كل سلسلة من هذه السلاسل إلها طول، تتكون من مجموعة من الأحماض الأمينية. هلأ لو إجينا للألفا، 2 ألفا يا جماعة متشابهين، كل ألفا تتكون من 141 أمينو أسيد، والبيتا كل وحدة بيتا تتكون من 146 أمينو أسيد. إذا عشان نشوف قديش الجلوبين تشينز بدنا نضرب ال 141 في 2 وال 146 في 2، هيك بنطلع مجموع الأمينو أسيدز الموجودة في الأربع سلاسل من الجلوبين تشينز. إذا عندنا 2 ألفا 2 بيتا، طول الألفا الوحدة 141 أمينو أسيد، والبيتا الوحدة هي 146 أمينو أسيد. الأربع سلاسل يا جماعة هدول هم اللي بيدخلوا في تركيب الهيموجلوبين. ذا بروتين، وبسمي هذا النوع من البروتينات جلوبين، 2 ألفا 2 بيتا جلوبين تشينز. The protein portion of each these change طبعا ينتج عن من الأربع سلاسل الابتدية هاي 2 ألفا 2 بيتا، البروتين أساسي بيدخل في تركيبة الهيموجلوبين وبسميه جلوبين بروتين. هذا الجلوبين بروتين. الألفا والبيتا كتير بيشبهوا بعض in structure، لكن في عدد الأمينو أسيد زي ما احنا شفنا بيختلفوا. الألفا 141 والبيتا 146. كل ألفا وكل بيتا من التشينز اللي حكيناهم ترتبط بون هيم، ترتبط بون هيم. يعني عنا كم هيم في كل هيموجلوبين؟ في عنا أربع هيم لأنه عنا أربع جلوبين تشينز. إذا التو ألفا كل واحدة فيهم ترتبط بهيم، إذا هي ون هيم، هي الهيم الثانية، والبيتا كمان ترتبط بتو هيمز. إذا في عنا أربع جلوبين تشينز بالإضافة لأربع هيم مولكيول. كل هيموجلوبين في أربع هيم جروبس. طيب إيش هو الهيم؟ نيجي نشوف شكل الهيم. كل هيم، كل مجموعة هيم هي عبارة عن حلقة رينج فلات. هذا الحلقة أو هذا المركب يتكون من الكربون، يتكون أيضا من النيتروجين ومن الهيدروجين، وفي وسط الحلقة في عنا الحديد. الحديد بيكون على هيئة فرس at the center. بدون الحديد يا جماعة بنسمي الحلقة بورفرين.
without the iron بنسمي الحركة porphyrin. نيجي نشوف هذه الحلقة الآن أنا حكيت عنها اللي بتمثل هي. إذا الحلقة اللي قدامكم هاي هي الهيم. تشوف مكوناتها، تتكون زي ما انتم شايفين من كربون، تتكون من هيدروجين، تتكون من نيتروجين. الحلقة في وسطها أيضا آيرون على هيئة فرس. طبعا هذا الموليكيول مش حفظ، المهم نعرف اللي هو عبارة عن حلقة. الستركتشر مش حفظ، نعرف انه في كربون، في نيتروجين، في هيدروجين، وفي كمان الفرس في الوسط. طبعا بهذا الشكل بنسميه هيم. لو شلنا الحديد، الحلقة بدون حديد حنسميها بورفرين. اذا الهيم يا جماعة هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن بورفرين او بروتو بورفرين، نفس الاشي. الهيم هو عبارة عن حلقة البروتو بورفرين بالإضافة للحديد. إذا الحديد مع 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 باقي الحلقة بنسميه هيم. بدون حديد الحلقة نفسها بسميها لحالها بروتوبورفرين. هذه الحلقة يا جماعة اللي شايفينها ترتبط بالألفا، في 1 ألفا. نفس المركب يرتبط في 1 بيتا، نفس المركب يرتبط في الأنذر بيتا، نفس المركب يرتبط بالألفا. ففي النهاية يا جماعة عنا إحنا أربع هيم، هاي واحدة، هاي تنتين، ثلاثة، هاي أربعة، وعنا تو ألفا وعنا تو بيتا. كل هدول بيدخلوا في تركيب الهيموغلوبين. بالفعل هذا هو تركيب الهيموغلوبين، يتكون من أربع هيم بالإضافة لأربع جلوبين تشينز، تنتين منهم ألفا وتنتين منهم بيتا. إذا كل جزء من الهيموغلوبين زي ما شفنا بنهاية هذه السلايدة هو عبارة عن، خصوصا طبعا الهيموغلوبين اللي نسبته عالية بتكون عند الأضلت. حنشوف طبعا أنواع الهيموغلوبين، لكن اللي نسبته عالية بتوصل ل 95 ل 98% عند الأضلت هو هيموغلوبين A. يتكون من أربع هيمز جروب بالإضافة لأربع جلوبين تشينز، 2 ألفا و 2 بيتا. هل في أشكال أخرى للهيموغلوبين غير هذا الشكل؟ أي شكل يا جماعة غير هذا الشكل هعتبره abnormal، شكل غير طبيعي. طبعا من وين بتيجي الأشكال الغير طبيعية للهيموغلوبين؟ بفعل التغيرات في الأمينو أسيد سيكونس of this change results in abnormal hemoglobins. حكينا قبل شوية الألف، في عندي الهيموغلوبين 2 ألفا، والهيموغلوبين أيضا يتكون من 2 بيتا. الألفا الوحدة تتكون من 141 أمينو أسيد، والبيتا الوحدة تتكون من 146 أمينو أسيد. بدنا ننتبه إنه ترتيب الأحماض الأمينية في الألفا، يعني كتير الألفا بتشبه البيتا من ناحية structure، من ناحية شكل، لكن ترتيب الأحماض الأمينية طبعا في عنا زيادة في البيتا في الألفا 141، البيتا 146، حتى ترتيب الأمينو أسيدز يختلف شوية من الألفا عن البيتا. أي تغيرات يا جماعة عن الوضع الطبيعي رح يؤدي إلى تغير في شكل الهيموغلوبين. إذا أي تغيرات على في ترتيبة الأمينو أسيد سيكونس بفعل طفرة، ميوتيشن، طبعا ميوتيشن يعني طفرة، أي طفرة تؤدي إلى تغير هذه السلسلة رح يتغير الهيموغلوبين كترتيب الأمينو أسيد، حتتغير حتى شكل الهيموغلوبين رح يتغير. طبعا الشكل الطبيعي اللي احنا حكينا عنه قبل شوية بيخلي الار بي سيز تأدي وظيفتها بشكل سليم. اذا هذا الشكل اللي اتفقنا عليه اللي هو الشكل كمان الكواترنري ستراكشر، هذا الشكل يا جماعة جدا مهم لوظيفة الار بي سيز. هذا الهيموغلوبين في هذا الوضعية بيخلي الار بي سيز يكون شكلها باي كونكيف شيب، بيسمح لها بتبادل الغازات، بيسمح لها بالمرونة،
لأنه هو أصلا ذائب في الار بي سيز. أي اختلاف في هذا الشكل حتلاقوا الار بي سيز كمان شكلها تغير. من أنواع الهيموغلوبينز اللي بالفعل شكلها يختلف عن الهيموغلوبين إيه، في عندنا هيموغلوبين أس، هذا أبنورمال غير طبيعي من أنواع الهيموغلوبين، بلاقيه في حالات السيكل سيل ديسيز اللي هي أنيميا الخلايا المنجلية. طبعا هذه نورمال ار بي سيز، شكل طبيعي للار بي سيز، هذا أبنورمال. طبعا بشوف خلايا شبه المنجل، بلاقيها في حالات أنيميا الخلايا المنجلية، هو نوع من أنواع الأنيميا. طبعا ليش الار بي سيز تغير شكلها من الباي كونكيف شيب للسيكل شيب؟ بفعل اللي هو ميوتيشن على مستوى البيتا تشين اوف ذا هيموجلوبين. اذا صار طفرة على مستوى البيتا تشين اوف هيموجلوبين، الهيموجلوبين كله تغير من هيموجلوبين ايه، يعني بطل طبيعي وصار اسمه هيموجلوبين اس بفعل الطفره اللي حدثت على مستوى البيتا جلوبين تشين. كمان يا جماعه الار بي سيز تغير شكلها من الباي كونكيف، الباي كونكيف شيب للسيكل شيب اللي هو شكل غير طبيعي اللي هو السيكل شيب. طبعا وهذا الشكل، هذا النوع من الهيموغلوبين وهذه الخلايا غير قادرة انها تمد الجسم بالاكسجين، فترة حياتها صغيرة، بسرعة تتكسر في السبلين وما بتأدي بوظيفتها بشكل طبيعي. اذا بدنا ننتبه لازم الهيموغلوبين بشكله الطبيعي هو اللي بيعطي الوظيفة الطبيعية للار بي سيز وهي حامل الاكسجين. حناخد الان انواع الهيموغلوبين الموجودة في جسمنا. طبعا كأضلت احنا معظم الهيموجلوبين اللي عندنا هو هيموجلوبين ايه، نسبته في دمنا من 96% ل 98%. اي هيموجلوبين يا جماعة زي ما حكينا يتكون من 4 جلوبين تشينز، الايه هما 2 الفا ايدنتيكال كل واحدة فيها 141 امينو اسيد، وايضا يتكون من 2 بيتا تشينز كل بيتا هي 146 امينو اسيد. هذا النوع من الهيموجلوبين بنسميه هيموجلوبين A، نسبته في الادلت 96 ل 98%. في نوع ثاني من الهيموجلوبين يا جماعه ايضا موجود عند الادلت اسمه هيموجلوبين F، طبعا نسبته في الأضلت أقل من 1%، يتكون من 2 ألفا 2 جاما تشينز. إذا بيفرق عن الإيه إنه التو ألفا أوكي زي الإيه، لكن هنا بدل البيتا جاما، إذا هو عبارة عن 2 ألفا 2 جاما. الجاما طبعا تكتب بهذا الشكل. هذا النوع من الهيموجلوبين اسمه هيموجلوبين أف، نسبته في الأضلت أقل من 1%. طبعا يوجد بنسبة عالية جدا في الفيتس الجنين والنيو بورن الحديثي الولادة. إذا هو ميجور يوجد بكثرة وين؟ عند الجنين الفيتس والنيو بورن انفانت. طبعا حتاخدوهم هذول بالتفصيل في مساق دم سريري واحد في مستوى ثالث. طبعا ليش الاف في الفيتس عالي ومتى بيقل وبوصل لنسبة 1%؟ حتاخدوها بالتفصيل في مستوى ثالث. النوع الثالث يا جماعة الموجود عندنا اللي هو هيموجلوبين A2، نسبته 1.5 ل 3.5%. هذه النسبة النورمال عند الأدلت. بيفرق عن الA والF انه هو عبارة عن 2 ألفا، تمام، 2 دلتا تشينز، يتكون من 2 الفا 2 دلتا، والدلتا تكتب بهذا الشكل. اذا يتكون من 2 الفا تشينز و 2 دلتا. ايش بتفرق الدلتا عن البيتا؟ ايضا 146 امينو اسيد، لكن بيختلفوا في 8 امينو اسيد، 8 بيختلفوا عن الاثنين. اذا هذول مطالبين طبعا نحفظ الانواع الهيموجلوبين ونسبتها في عند الادلت. طبعا الميجور عند الادلت حكينا هو الاي 2 الفا 2 بيتا،
نسبة 96 ل 98%، يعني أكتر من 95. هذا الأضلت هيموجلوبين. أيضا عندنا A2 2 ألفا 2 دلتا بنسبة 1.5 ل 3.5%. عندنا هيموجلوبين F2 ألفا 2 جاما بنسبة أقل من 1%. طيب في مرحلة الفيتال اللي هو الجنين ما بعد وما بعد الولادة كمان يا جماعة، في الأشهر الأولى من الولادة بيكون الميجر هو هيموجلوبين أف، يعني نسبته 90% تقريبا عند الفيتال. طيب الإمبريونيك في المرحلة الأولى من الحمل في أنواع أخرى من الهيموجلوبين، طبعا هتاخدوا تفصيلاتها في مستوى ثالث، نعرف أسمائها فقط. في مرحلة الإمبريونيك طبعا قبل هدول الأنواع اللي حكينا عنهم، في أنواع أخرى من الهيموجلوبين بتكون بالمراحل الأولى الإمبريونيك، بسميها جاور 1 جاور 2 بورتلاند، فقط نحفظ أسمائها مبدئيا، وبسنة ثالثة هتاخدوهم بالتفصيل. اتفقنا يا جماعة إنه الوظيفة الأساسية للهيموجلوبين هي نقل الأكسجين من اللنج للتشو، او العكس نقل السي او 2 من التشو لللنج. ايضا الهيموجلوبين كبروتين بيحافظ على الاسيد بيز بالانس، هو اللي بيحافظ على البي اتش عن طريق التخلص من السي او 2 من اللنج، وكمان يا جماعه هو يعتبر بافرنج سيستم، بحافظ على الأسيد بيز بالانس في الجسم، إما عن طريق اللي هو تبادل الغازات عن طريق اللنج، كمان في عملية بتصير في الار بي سيز ما بين البايكربونات والبايكربونات والسي او 2 بتحافظ على البي اتش اوف بلاد. طبعا في اورجانز تانية بتحافظ على البي اتش اوف بلاد غير اللنج وغير الهيموجلوبين اللي هو البافرنج سيستم، اللي هي الكيدني. الكيدني بتخلصنا من الاتش بلس في حالة الاسيدوسيز، او بتخلصنا من البايكربونات في حالة الالكالوسيز. اذا الهيموجلوبين اللنج والكيدني بحافظوا جميعا على البي اتش اوف بلاد او الاسيد بيز بالانس. هذا بالنسبة للجزئية النظرية من موضوعنا، حنكمل بالجزئية العملية وإيش إحنا اليوم ليش بدنا نقيس هيموجلوبين وإيش الكونسنتريشن الطبيعي للهيموجلوبين. نشوف النورمال رينج أوف هيموجلوبين. لو إجينا للأطفال لنيوبورنز مواليد حديثي الولادة بنلاقي عندهم تركيز الهيموجلوبين ما بين 17 ل 22 جرام بير ديسيليتر. بدنا ننتبه للوحدة هي بالجرام بير ديسيليتر. إذا الهيموجلوبين من 17 ل 22. في الأسبوع الأول كمان بتضلها النسبة من 17 ل 22 جرام بير ديسيليتر. لسن شهر النسبة بتقل بتصير 11 ل 15 جرام بير ديسيليتر. طبعا السبب حكيناه سابقا، الأطفال يا جماعة عندهم الإريثروبويسز عملية تخليق الكرات الدم الحمراء وتصنيعها في البون مارو بيكون أسرع من الناس الأضلت، لأنه التنفس عندهم أسرع، احتياجهم للأكسجين بيكون أكبر، هم التنفس عندهم سريع، احتياجهم للأكسجين أكبر، فالكدني بتطلع هرمون الإريثروبويتين اللي بيروح بيشتغل على البون مارو، بالفعل بصير تخليق لكرات الدم الحمراء. وتخليق كرات الدم الحمراء محتاج أصلا تصنيع الأربيسيز، يحتاج إلى هيموجلوبين، لأنه حكينا البروتين الأساسي في الأربيسيز هو الهيموجلوبين، فتصنيع الهيموجلوبين يا جماعة وقتها بيزيد بفعل زيادة الإريثروبويسيس. فحلاقي الهيموجلوبين يا جماعة عالي عند النيوبورنز، بوصل من 17 ل 22 جرام بير ديسيليتر. طبعا للتشيلدرن التركيز الهيموجلوبين بيكون أقل من 11 ل 13 جرام بير ديسيليتر، عند الأدلت من الميل الذكور الأدلت من 14 ل 18 جرام بير ديسيليتر، وهم أعلى من الفيميل أدلت فيميل. حكينا الأسباب أيضا المرة اللي فاتت،
نفس العوامل اللي بتأثر على الأريثروبيسز هي نفسها العوامل اللي بتأثر على الهيموجلوبين كونسنتريشن. غير العمر، السكس حكينا الميل أكتر من الفيميل، لأنه الفيميل عرضة للمنستريشن، الدورة الشهرية، البريجنانسي، الحمل، الولادات، اللابور. فدايما المين أكتر من الفيميل، الفيميل أكتر مور أنيميك ذان مين. إذن التركيز في الذكور من 14 ل 18، الإناث من 12 ل 16. طبعا في عوامل أخرى حكيناها المرة اللي فاتت، يعني المدخنين مثلا الهيموجلوبين عندهم أعلى، مرضى القلب والرئتين عندهم الهيموجلوبين أعلى، اللي عايشين في المرتفعات الأربسيز تصنيع الأربسيز بيكون عالي والهيموجلوبين بيكون عندهم عالي. إذا نفس العوامل اللي ذكرناها في الأربسيز تؤثر على الكاونت اوف ار بي سيز، ايضا تؤثر على الهيموجلوبين كونسنتريشن، ونفس العوامل يا جماعه المره الجايه حنقول كمان بتاثر على قيمه الهيماتوكريت اللي هو حجم الار بي سيز بالنسبه، او قديش نسبه الار بي سيز بالنسبه للهول بلاد. طبعا بعد افتر من الايج، طبعا كل ما كبر السن حنلاقي نسبه الهيموجلوبين بتقل. طبعا من 14 ل 18 في الذكور بتصير ما بين 12.4 ل 14.9، عند الاناث بتقل من 12 ل 16 ل 11.7 ل 13.8 جرام بير ديسيليتر. لكن بشكل عام يا جماعه تركيز الهيموجلوبين بوحده الجرام بير ديسيليتر، بدنا ننتبه لهذه الشغله. نكمل ايش هي العوامل اللي بتاثر على الهيموجلوبين كونسنتريشن. حكينا نفس السلايد اللي شرحناها بالار بي سيز، حكينا السكس، الجنس، حكينا الميل اكتر من الفيميل، الايج، حكينا النيو بورن اكتر من الادلت او اكتر من التشيلدرن كمان، اكسرسايز طبعا اللي بيمارسوا رياضات، طبعا محتاجين ممارسة الرياضة محتاجين لأكسجين أكتر. كل ما احتياجنا للأكسجين بيزيد حنلاقي الإرثروبيتين طلع أكتر من الكلى، من الكدني، اشتغل هذا الهرمون على البون مارو وصار تصنيع للأربسيز، وبالتالي تصنيع الأربسيز يا جماعة بقصد فيه أيضا تصنيع للهيموجلوبين، فالهيموجلوبين أيضا بيزيد. المدخنين ايضا احتياجهم للاكسجين اكبر، فالار بي سيز كاونت بيزيد عندهم بفعل الارثروبيسز، وايضا الهيموجلوبين كونسنتريشن عندهم بيكون عالي، عشان كده بتبرعوا كتير. الهيلثي والديسيز، طبعا لو قارنا بين شخص صحي وشخص عنده امراض مرضى القلب ومرضى الرئتين، طبعا احتياجهم للاكسجين بيكون عالي، فالار بي سيز كاونت عندهم عالي، وايضا الهيموجلوبين كونسنتريشن عندهم عالي. الديهايدريشن، الجفاف، طبعا حكينا الديهايدريشن يؤدي الى زياده في الار بي سيز كاونت وايضا في الهيموجلوبين كونسنتريشن. الالتيتيود، العيش في المرتفعات، زي سكان الضفة، يعني لو جينا نقارن مستوى الهيموجلوبين عندنا في الناس اللي عايشة على الجبال حنلاقي مستوى الهيموجلوبين عندهم اعلى والار بي سيز كاونت عندهم اعلى، لانه كل ما ارتفعنا الى اعلى الاكسجين تنشن بقل، وبالتالي الكدني بتطلع مور ايرثروبيتين، مور ايرثروبيتين بيطلع يعني مور ايرثروبيسز، يعني تصنيع لخلايا اكتر في البون مارو، يعني زياده في الار بي سيز كاونت وايضا زياده في الهيموجلوبين. البريجنانسي طبعا بيقلل الار بي سيز كاونت وبيقلل الهيموجلوبين، لانه في بيبي، في 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 تصنيع للخلايا عند الام وفي تصنيع خلايا، فهي مور انيميك. الدراجز، في عقاقير يا جماعه ممكن تزود الار بي سيز كاونت والهيموجلوبين كونسنتريشن، وفي عقاقير لا ممكن تقلل. اذا 9 عوامل تؤثر على الار بي سيز كاونت وتؤثر على الهيموجلوبين كونسنتريشن. حناخد امثله على الزياده وامثله على النقص في الهيموجلوبين. ناخد امثله الزياده في الهيموجلوبين كونسنتريشن. طبعا الزياده في الهيموجلوبين او الزياده في الار بي سيز كاونت بيعبر عن نفس المصطلح، حنسميه بوليسايثيميا،
إذا زيادة في الـ RBCs count أو زيادة في الـ hemoglobin concentration حنسمي الحالة بوليسيتيميا. في نوعين من البوليسيتيميا، في برايمري وفي سكندري. البرايمري بوليسيتيميا بقصد فيها زيادة في الـ hemoglobin concentration لو الشخص عنده مشكلة في البون مارو في البرودكشن، يعني لو كانت المشكلة على مستوى بون مارو خصوصا في المالجنانسز في السرطانات، اذا هو مالجنانت فاريشن تغيرات نتيجة لمالجنانسي in the blood cells production in the bone marrow حسمي الحالة primary polycythemia. اذا كانت المشكلة زيادة الـ RBCs count او الهيموغلوبين concentration بفعل مشكلة في المخاع العظم اللي هو المصنع اللي بصنع هذه الخلايا حسمي الحالة primary. الأسباب الثانوية يعني زيادة الـ RBCs count أو الهيموغلوبين concentration لأسباب أخرى غير البون مارو حسميها secondary ثانوية. طبعا الأمثلة اللي بالفعل بتزود الهيموغلوبين concentration الديهايدريشن الجفاف، إما بفعل حروق أو دياريا إسهالات أو vomiting تقيؤ، مرضى اللانج والهارت ديسيز، الناس اللي عايشين في المرتفعات أو المدخنين. كل هذه أسباب، المشكلة مش بنخاع العظم، هي مشاكل ثانوية، أسباب ثانوية. جميع هذه الحالات حالة الأكسجين تنشن عندهم قليل، الكدني تتحفز وحتطلع وقتها هرمون الإريثروبيتين اللي حيبدأ بالفعل يشتغل على البون مارو ويصنع مور أربيسيز، حيصير تخليق لخلايا الأربيسيز وأيضا حيصير تصنيع للهيموغلوبين. إذا هذه أسباب ثانوية للبوليسيثيميا بسميها سكندري بوليسيثيميا. المشاكل اللي تؤثر على البون مارو والبرودكشن اوف ذا بون مارو بسميها برايمري بوليسيثيميا. ناخذ أسباب الديكريزنج في الهيموجلوبين كونسنتريشن. طبعا أي خلل في تركيز الهيموجلوبين بالنقصان يؤدي إلى أنيميا، بسمي الحالة أنيميا. وإيش أسباب الأنيميا؟ ممكن يا جماعة يكون الخلل في 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 تركيز الهيموغلوبين أو قلة في تصنيع الـ RBCs count أو قلة في تصنيع الهيموغلوبين يكون لأسباب عديدة. ممكن يكون السبب قلة في الفيتامينات والحديد اللي بيدخل في تصنيع الـ RBCs والهيموغلوبين، يعني الناس اللي عندها نقص في الحديد أو في نقص في الفيتامينات الأساسية اللي بتدخل في تصنيع الهيم والهيموغلوبين زي فيتامين B12 والفوليت والفيتامين B6. إذا سوء التغذية ونقص في هذا العناصر يؤدي إلى أنيميا ونقصان في الهيموغلوبين كونسنتريشن. ممكن يكون السبب مش نقص سوء تغذية، يعني ممكن تكون المشكلة وراثية، وهذه المشكلة الوراثية عملت طفرة على مستوى الهيموغلوبين زي حالات السيكلس الأنيميا، أنيميا الخلايا المرجنجلية وحالات الثلاسيميا. هما بنولدوا يا جماعة عندهم مشكلة في تصنيع الهيموغلوبين بفعل اللي هو طفرات وراثية. طبعا اي حالة inherited defects تؤثر على الـ RBCs count حلاقي كمان الهيموغلوبين تأثر. الناس اللي بتنزف عندها excessive bleeding حلاقي عندها الهيموغلوبين concentration ايضا قليل. كمان مش النزف، الناس اللي عندها تكسر في خلايا الدم حلاقي عندها الهيموغلوبين count قليل. الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، مشاكل الكلى ممكن تؤدي إلى نقص في هرمون الإريثروبيتين، تؤثر على هرمون الإريثروبيتين وبالتالي تصنيع الـ RBCs والهيموغلوبين حيصير في مشكلة. مشاكل البون مارو، ممكن يا جماعة فشل البون مارو يؤدي زي حالات الأبلاستيك أنيميا، هي أنيميات البون مارو نوع من الأنيميا البون مارو فيها يتأثر، مش قادر يصنع خلايا، مش قادر يصنع هيموغلوبين، وبالتالي مشاكل فشل البون مارو تؤدي الى decreasing في الهيموغلوبين concentration. السرطانات يا جماعة تؤثر على البون مارو كمان، ممكن تعمل decreasing في الهيموغلوبين concentration. هذه هي الجزئية النظرية المطالبين فيها في موضوع الهيموغلوبين، تركيب الهيموغلوبين وظيفته،
ايش هي النورمال رينج للهيموجلوبين، متى بزيد الهيموجلوبين ومتى بيقل الهيموجلوبين. بالفيديو الثاني حنبدا بالجزئيه العمليه وهي الهيموجلوبين ديترمينيشن بشكل عملي. حناخد طريقتين، طبعا الطريقه اللي حنشتغلها بالمعمل هي الطريقه المرجعيه وهي السيان ميت هيموجلوبين. حنحكي عن الطريقه القديمه اللي كانوا يستخدموها وهي السهلي ميثود. حنزل لكم الطريقتين فيديو وحنشوف ليش السهلي بطلت معتمده وليش السيان ميت هيموجلوبين اصبحت هي الريفرنس ميثود.